حياتي. إلقاء القبض على البلوجر هدير عبد الرازق واتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال بث فيديوهات خادشة للحياة. آخر تطورات القضية وأيضا اعترافات المتهمة، كل التفاصيل سنعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. ألقت مباحث الأداب القبض على البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة بث مقاطع فيديو تتضمن محتوى خادش للحياة وتحريض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كشفت التحريات أن تلك المقاطع المصورة التي تبثها هدير كانت بالفعل البلوجر هدير تنشر على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو خادشة للحياء تحث فيها الشباب والفتيات على الفسق من خلال عبارات وتلميحات مخلة بالآداب العامة ومحتوى خادش للحياء. وعلى الفور ألقى رجال مباحث الأداب القبض عليها موجهين لها عدة اتهامات، منها نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بها ونشر فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. واعترفت البلوجر خلال التحقيقات بأنها كانت تقوم ببث تلك الفيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق الشهرة والأرباح، وأنها استغلت منصة فيسبوك في نشر شائعات كاذبة ضد بعض المواطنين بأنهم تحرشوا بها على غير الحقيقة، ولكنها نفت تماما أنها نشرت أي فيديوهات بقصد نشر الفسق والفجور، وأكدت أنها كانت تهدف إلى زيادة المشاهدات وكسب المال عبر تقديم محتوى يهدف لعمل إعلانات لمحال تجارية. وبالفعل أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة هدير عبد الرازق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث وتحفظت على هاتفها المحمول وفلاشة تحتوي على مقاطع فيديو تم نشرها على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، بالإضافة إلى بعض المكالمات والتسجيلات الصوتية الخاصة بها. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.